في بدايه اول المحطات الدوليه في العاب البحر المتوسط. خيري يلعب الكوره لاحمد الاحمر اللي عايز، يا ولد يا ولد بص شوف القائد، دايما اقول ايده فوائد، لعيبه حلوه قوي هنا، مهاره عاليه، اللاعب اللي عنده الخبره الغاليه يلعب الكوره، مسكوا الدفاع، عايز يعدي من وسط الدفاع، يروح تروح في الجناح، داخل في انفراد مع الطيار، لاعب نانت عايز يعدي صانع الالعاب، يرجع مره ثانيه ماركو ميلوسوفيتش، اوه عمال قوي فوكسين فوركوفيتش عملها كويس، 24 سنه، عدي تروح في الهجوم الخاطف، يستلم الكوره الجناح ويعمل خطوره ورقم بالنسبه لهم، صربيا منهم يلعب الكره حلوه ولكن يتصدى الحارس، سنة هذا الحارس يلعب الكره، السرعه هي هي ولكن الطرار 100 100، ثانيه تمرير اشاره باللعب السلبي، سيف عايز يلعب الكره لطارق اللي ممكن يعمل الفارق، لاعب صغير ولكن ايده اتحير، استلامه كويس قوي تحت الدفاع، رائعه رائع، مواليد 2002، يلعب الكوره الطيار يمنع الخطوره، يجري مر حلوه يا بكار، يتصدى الحارس، ادي الكوره اللي عدى في اختراق تام، تصدى ليه كويس قوي الطيار، تصدى ليه كويس قوي، في المقابل هيشوط من بعيد، خد قرار التصويب محدش قبله، بس لاعب تولوز الفرنسي 22 سنه هذا اللاعب مواليد 99، مرة تانية أحمد الأحمر، يلا رجالة يلعب الكورة، سعيد عايز يعدي، جملة تكتيكية حلوة أوي حلوة أوي حلوة أوي، يقدر يقطع الكورة مهاب، فعلا يا ولد مهاب سعيد، ويلا الأحمر في المرمى من بعيد من إيد مهاب سعيد، عندهم نقص عدد، يلعب الكورة القائد دايما هو اللي عنده الفوائد، عايز يشوط أو يلعب على الدايرة، يلعب الكورة على الدايرة، لعبها بهدوء أوي، تمرير خط خلفي عايز يعدي، يرجع مرة تانية ميلان بوروزاس، بوروزاس اوه قوي ده اللاعب تولوز الفرنسي، يحرز الهدف 22 سنة، يمر هايل ماركو ميلوسوفيتش، عايز كان عايز يقطع الكرة لكن ما استلمش الكرة، هو لوحده خالص، ميلادين سوسيتش عملها كويس قوي، سيف يلعب كرة حلوة قوي البكار، يقدر يلعب الكرة يا ولد يا بكار، بكار عملها حلوة قوي من فوق دماغ الحارس بهدوء، الأداء يروق هايل يا بكار، حصوله على رابع العالم في 2009، يلعب الكرة قوية، هو اللاعب بليس بريم من ضمن اللاعبين اللي كانوا بيجيدوا هذا التصويب بالتحديد، مرة تانية أحمد الأحمر عايز يعدي، يلعب الكرة، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا ولد يا ولد، طارق يحرز الهدف ما بين القائمين بهدوء، هو شاف الحارس طالع له هنا بقى، عايز يعدي صانع الالعاب، عدى كويس، اخترق كويس قوي ويحرز الهدف، مره ثانيه ميليتش هينزل يا ولد يا طيار يا ولد، عايز يعدي يلا رجاله، حسن وليد يلعب الكره لمهاب، يلا ويل وايت هورس، يلا يلا سند يهوش ويحرز الهدف، سند هو يجري الدرع يلعب الكورة للطائر طيار، يا ولد يا ولد بكار بكار، بدل لمنتخب مصر الرجال بكار، افضل عايز يخترق، بيقطع من على الجناح، عندهم نقص عددي، هيكتمله بعد 35 ثانية تقريبا، عايز يعدي من الجناح الشمال ويحرز ركوا هنا التمريرة رائعة والسلامة كويس قوي، ميلوسا 26 سنة هذا اللاعب مواليد 95، يلعب الكورة على طول يرد بكار، لمس خط الستة متر بكار، يلعب الطيار حلوة قوي، المرمى خالي، سند يلعب الكورة ويتقدم لمنتخب مصر، يلعب الكورة لبوروزاس، يا سلام قطع كويس هاو منه حسن وليد وهو بيعمل الدبراية، يروح يلا بكار بره خط خلفي، عايز يلعب الكورة مولوفيتش ولكن الطيار يمنع الخطورة، درع يحيى الدرع عايز يعدي يلعب الكورة في الطائر المصري، يحرز الهدف حصري لمين طائر المصريين، عملها كويس قوي قوي بسرعة، الطيار يلعب الكرة لسند في انفراد تام، يتصدى له الحارس، يعني نقص عددي، قداح يلعب الكرة لمهاب، يا سلام على التمرير، حلوة قوي يا مهاب، حلوة قوي يا مهاب، عيب في خلخلة دفاعية ونقص عددي، لكن الثانية عايز يعدي يلعب الكرة على الدايرة، لكن حاول يقطعها المصري، لكن
سند مهاب تقاطع يلعب الكرة للدرع الوايت هورس يمرر الكرة وياخد رامية جزائية من خطورة عالية قوي. عادل عادل سند يهوش وأصعب الكرات دي مرة تانية تمرير خط خلفي عايز يلعبوا الكرة من ألعاب الهوى المركز الثالث حسن وليد عايز يعدي يلعب الكرة كويس قوي المهاب بص هنا بقى يا ولد بقول لحضراتكم عالي عالي عدي يلعب الكرة على الدايرة تتقطع كرة هايلة المرمى خالي يلعب الكرة عشان يأكد الخطورة ويلعبها سند ويتقدم منتخب مصر رجال المحروسة درع عادل عايز يعدي يحيى الدرع بالكرة حلوة يا واد يا واد شوف شوف على حساب منتخب صربيا بفرق 4 أهداف نكتمل بعد دقيقة 22 ثانية هيكتمل كل المساحات ولكن بعد دقيقة جس النبض لكن تروح الكرة في القائم فازت على استوفينيا مرة تانية اللول يعدي ما بين الكل اللول يروح وحده خالص يقدر ينفرد بالمرمى انفرد بالمرمى ولكن يتصدروا الحق فرق 5 أهداف عايز يعدي يلعب الكرة كويس قوي لحسن وليد اللي مررها حلوة قوي بتمريرة وليد ومررها كويس قوي لعادل على الدايرة بدأ مشوار تقاطع في الخط الخلفي فوروزاس يلعب الكرة على الدايرة وقف ياخد رمية حرة نزل أكرم ويتصدى الحارس تودوري أندريتش مرة تانية عايز يعدي يلعب الكرة على الدايرة عايز يعدي يلعب الكرة حلوة قوي عملها كويس عايز يعدي يعدي كويس قوي استلم الكرة كويس قوي من الباك اليمين ويحرز الهدف على المركز الثالث والتركيا جت في المركز الرابع يا ولد تصويبه سمعنا صوتها من قوتها مصر في الوقت ده لما كسبت كرواتيا تركيا جت في المركز الثالث وايطاليا جت في المركز الرابع مره ثانيه يا وادي الدح الفرعون المصري حسن وليد يضيف هدف جديد اوه لاعب عبد المليون الاخطبوط لا يخيب الظنون كريم هنداوي مره ثانيه عايز يعدي يلعب الكوره لمهاب يعدي كويس قوي ويعمل هو يكون احد الاسباب من الباك بقول لحضراتكم في 2013 عايز يعدي يلعب الكره على الدايره يلعب الكره على الدايره ايفانا بوبوفيتش بدا رجعه مره تانية اروس لا الامور كان عايز يجيبها في الجزائر الشقيقه يعدي القداح يا ولد ميلوسيفيتش تروح الكره في الجناح هو وكريم كان هيشيلها لك عايز يلعب الكرة هنا في الزاوية دي بص هنا كريم عارف فليكس كويس قوي لكن عمل مرة تانية تروح في الجناح اليمين انفراد تام مع كريم هنداوي تقاطع عايز يعدي مهاب يعدي كويس قوي ويكون أحد الأسباب رائعة لاعب واحد صاعد رائع تروح لأكرم يسري المصري يمررها كويس قوي الدرع انفراد تام هو وأكرم العالية وكوره الغالية أكرم يسري حصل حسن وليد وفي نفس الوقت المصري في الدفاع يراقب الدايره وهو ده فعلا اللي شغال هو مهاب عليه دلوقتي مره تانية تمرير عايز يعدي شوط من بعيد عايز يعدي مهاب يلعب الكره من الباك العكسي لكن عايز يعدي هيشوط الكره لكن عمل دفاع كويس راح لها كويس قوي كريم لكن مره تانية احمد الاحمر يلعب الكوره القائد احمد الاحمر الملعب عايز يعدي شوط وعدى كويس قوي ويحرز مره تانية يعدي كويس قوي الوايت هورس عملها كويس وهو خد اميز لاعب مره تانية تمرير يطلع من على الدايره ياخد الكوره ستيفان بيريتش يرجع ميلان ميليتش يشوط الكوره ولكن حائط صدراء قوي مره تانية تقاطع يسيب الكوره على الدايره عملها حلوه قوي ولكن 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 عايز يلعب الكوره بص حضراتكم في العبوس عمل ايه طلع هاجم المهاجم نقطه مهمه جدا 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 عايز يعدي من الباك الشمال يشوط الكوره ولكن يروح هايل هايل كريم هنداوي بينزل في الزاويه مره تانية باك الشمال ستيفان يلعب الكوره للباك اليمين لكن يمنع الخطوره
في عاريزيو في الجزائر الشقيقه في الوهران يحرز الهدف على مستوى الباك الشمال لاعب جوكر على مستوى الخط الخلفي ولا ننسى مره ثانيه عايز يلعب الكره من استلم الكره ياه كان هيقطع الكره كويس ويحرز الهدف قافل الدفاع بالرغم من نقص العدد قافلين المساحات تغطيات دفاعيه كويسه قوي لكن يلعب الكره من الباك 20 سنه هذا اللاعب يدخل لوحده خالص ويحرز الهدف اعتبار البرونزيه مع شباب المحروسه في اخر بطوله عالم ويحرز الهدف احمد الاحمر عملها كويس قوي المره دي من تحت رجل الحارس يعني طرد مسار الكوره في الدفاع مباراه فرديه هو والاخطبوط ويحرز الهدف كان حافظ احمد الاحمر يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام لو جابوا الاعاده من البدايه الاثنين معاه لعب له الكوره بقى الاكرم يسري بيقول له روح اعمل خطوره لوحدك ما في الاعاده اللي بسببها خد ايقاف دقيقتين يحيى الدرعي قطع الكوره كويس قوي قرب التمريره كويس قوي ميلوس يروح هو وكريم ويحكر كوره قبليه لكن تروح لسيبري يا سلام بص هنا التمرير يا سيف العاد الرائعه بص خد كل الدفاع ثلاث لاعبين او اربع لاعبين مره ثانيه شو يا ولد ترجع بره مش باص يجري يروح ويحرز الهدف لاعب سريع جدا كره على الحارس باندريتش ويلعب الكره حلوه قوي احمد الاحمر ويحرز الهدف له الهجمه السريعه عايزين قبله ما يكتموا ولكن كريم هنداوي اخطبوط الحراسه الجمهور طبعا في اريزو يحيى الدرع سيب الكوره لمهاب يا سلام على التمريره اللي يعمل منها الخطوره في البطوله دي لعب من المنتخب لعب قدام حضراتكم ده حوالي كل المتواجدين ياندريتش للدرع عايز يلعب الكوره يا سلام على الثنائيه عملها حلوه قوي الكوره عايز يعدي من الباك اليمين يلعب الكوره لكن يقطع كويس قوي اكرم يسري انهي الكوره لبكار في الجناح الشمال يروح الى بكار عملها كويس قوي الوكيل جناح جميل هيشوف اول مره يهوش ويحرز في ثاني مره ثانيه تمرير خط خلفي خيري ب 40 ثانية تقريبا عايز يعدي يا ولد وياخد فيس بريم وفي المانيا يهوش مرة ثانية يلعب الكرة حلوة قوي حلوة قوي بهتين 28 مبروك مبروك رجال المحروسة مبروك تحديد في قنواتكم المفضلة دائما اون تايم سبورتس